ذكرنا كفاءة أداء المنشأة وأداء العاملين يعتمد على البيئة المؤسسية وعلى الحوافز المادية التي تخضع لها المؤسسة بتحقيق الأرباح والمزايا المادية للعمل في المنشأة، والحوافز المعنوية الفخر بالسمعة الطيبة والرضا بالمكانة الاجتماعية والنفوذ السياسي والاجتماعي المرتبط بالعمل المتقن. المنشأة قد أو في العادة تعمل بحافز الربح، وإذا اجتمع حافز الربح مع التنافس الشريف نصل إلى جودة الإنتاج أو إنتاج جيد بثمن منخفض. ولكن في حالة كانت المنشأة خاضعة لحافز الربح فقط بدون بيئة التنافس ينشأ وضع احتكاري يحقق الربح دون جهد إنتاجي، وهذا الوضع الاحتكاري هو ما نسميه العبث بالمؤسسات والالتفاف على قواعد المنافسة والسعي إلى الكسب الريعي (rent seeking). يقول دوغلاس نورث الذي أسس أو أحد مؤسسي علم الاقتصاد المؤسسي الحديث، إن النجاح في نشاط القرصنة يتطلب مجموعة من المهارات والمعارف مثل ما يتطلبه النجاح في الإنتاج الصناعي، والحوافز التي تدفع الأفراد إلى الاختيار بين تطوير قدراتهم في مجال القرصنة أو في مجال التصنيع تعتمد على العائد النسبي للفرد من انخراطه في كل من النشاطين، ويعتمد هذا العائد على الإطار المؤسسي للاقتصاد. ولذلك يتعين بناء المؤسسات التي تضمن أن انخراط الفرد في النشاط الإنتاجي الشريف أكبر وأضمن مردوداً من انحرافه للقرصنة. ولذلك يتعين أن يقود الإصلاح المؤسسي إلى قمع الاحتكار، تحرير ساحات النشاط الاقتصادي لتصبح مستوية للتنافس الناجح (level playing field)، والذي يحقق فرصاً متكافئة لجميع ممارسي النشاط الاقتصادي فيها دون عوائق من إجراءات وأنظمة أو دون عوائق من التمييز بين إتاحة المعلومات للناشطين المحتملين. غياب التنافس الناجح هو الذي يجعل كل اللاعبين في السوق لديهم نفس الفرصة للحصول على المعلومات وما يجري في السوق. هنا لدي ملاحظات على سياسة الخصصة، وهي جانب من السياسة الاقتصادية الليبرالية التي تسعى إلى كفاءة الأداء بتوفير شروط التنافس الحر القائمة على تحرير الأسواق وتحويل الأصول المملوكة للدولة من القطاع العام إلى قطاع الأعمال الخاص. في تطبيق السياسات الليبرالية احتلت الخصخصة حيزاً أكبر من الذي احتله تحرير الأسواق ومكافحة الاحتكار، فيلاحظ أن المداخلات مؤسسات واشنطن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في موضوع التنافس والتحرير ركزت معظم التركيز على موضوع تحويل أملاك الدولة إلى القطاع الخاص، ولم أجد في تجربتي الشخصية أو في اطلاعي أنه بذل جهد كافي لجعل أو للمداخلة مع الدول المستفيدة من العلاقات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحرير الأسواق وامتحان مدى الاحتكار في كل سوق وتوجيه الدولة إلى محاربة الاحتكارات في الأسواق المختلفة. والدكتور عمر ممكن يصححني إذا كان يعني التركيز كان ضعيف جدا في هذا الاتجاه. الملكية العامة للمنشأة لا تمنع من إخضاع نشاطها الحافز للربح وقوى السوق، فنستطيع أن نحتفظ بالملكية للدولة دون أن نتنازل عن فرصة
المنافسة بالسوق بإجراء بسيط هو منح الاستقلال المالي والإداري للمؤسسة التي تملكها للمؤسسة العامة وجعلها تتحرك بالسوق بالتنافس مع مؤسسات مشابهة يملكها آخرون، فيكتفى بخصخصة الإدارة من خلال التعاقد مع الكفاءات الإدارية الفردية من أشخاص أو مؤسسية من شركات. لكن هذه المبادئ لا تقر جدوى خصخصة المنشآت في حالة الاحتكار أو المنافسة المنقوصة. ما الذي يحكم إلى أي حد يذهب أي بلد في مجال الخصخصة؟ لأننا نلاحظ في التجارب العربية في بلدان أصلاً كانت بلدان سوق وتوجه رأسمالي مثل الأردن، لبنان، وهناك بلدان كانت بلدان حاولت تقليد الاتجاه في المعسكر الشرقي وأممت قطاعات كبيرة من النشاط الاقتصادي. فالاتجاه في السياسة التي تتعلق بدور الدولة هي شروط البداية، من أين نبدأ؟ فبلد مثل الأردن مثلاً كانت البداية أنه في وضع رأسمالي وفي وضع إيمان بالسوق، كان من المجحف الضغط عليه للدخول في موضوع تأميم المرافق العامة، تأميم الثروات الطبيعية، البوتاس، الفوسفات، الإسمنت، التي هي في الغالب احتكارات طبيعية ولا يمكن بعد خصخصتها أن يتوفر فيها أو يتوفر لها البيئة التنافسية المطلوبة لمنحها بالكفاءة. فالذي حصل حين تخصخص في رأيي عن غير وجه صواب مثل هذه المؤسسات، تضطر الدولة إلى خلق بديل للتنافس، بديل لتحقيق الكفاءة الذي بديلاً عن ما يحققه التنافس من كفاءة، وهو ما يسمى هيئات تنظيم القطاع أو مفوضيات تنظيم القطاع، التي هي بديل برأيي درجة ثانية عن ما يحققه التنافس. وأعطيت إنذار بأن لدي 5 دقائق سأستعملها في إعطاء مثال كنت صاحب حملة صليبية من شأنه، وهو موضوع خصخصة التعليم وبالذات التعليم العالي، لأن الذين دعوا لإنشاء الجامعات الخاصة دعوا لها تحت شعار لعبة ألسنية سيمانتيك، أن أنجح الجامعات الخاصة هي جامعات مثل أكسفورد، كامبريدج، هارفارد، وهي تثبت أن الجامعات الخاصة هي الجامعات الناجحة. اللعبة أن الجامعات الخاصة بهذا المعنى لم تكن جامعات ربحية، ليس من الجامعات في الآيفي ليج أو في الجامعات المتميزة من هي شركة تجارية. فهذه اللعبة اللفظية عملت على جانب يتجاهل أن التعليم الجامعي هو سلعة عامة، والسلعة العامة لا يمكن أن تخضع لعوامل السوق وعوامل الربح.
الجامعة ليست خدمة مربوطة بطلب شخصي وفردي، وإذا اعتبرت كذلك كانت هي مصنع لبيع الشهادات. هناك طلب على الشهادات فردي، والجامعة التي تعطي الشهادة تلبي الطرف الفردي. ويمكن أن تنشأ جامعة يقتصر نشاطها عملياً على هذا النحو، ولكن ليست هذه جامعة، لأن الجامعة بالإضافة إلى الخدمات أو خدمة التربية والتعليم المباشرة للفرد، هي فيها خدمة عامة لا تخضع لقوى السوق ولا لآلية السعر، وهي الحرم الجامعي، الثقافة العليا، الأبحاث. هذه ليست مصادر ربح للجامعة ولكن مصادر كلفة، ويجب أن يوجد لها تمويل. والجامعات الناجحة الغير ربحية هي غير ربحية بمعنى أن ربحها لا يذهب إلى المنفعة الخاصة، وإنما يعاد استثماره في رسالة الجامعة وفي خدماتها وفي أدائها. في حين أن الجامعات الخاصة بالمعنى التجاري هي طريق لتحقيق الربح بالذهاب إلى إنقاص ومينيمايزيشن للخدمات غير المباشرة، غير التعليم المباشر، بتجاهل البحث والتطوير، بتجاهل الحرم الجامعي، بتجاهل كل ما يجعل الجامعة جامعة تستحق هذا الاسم. طبعاً هي في هذا الموضوع في أفكار كثيرة، ولكن أفضل أن يكون بقية الحديث حوار وليس مونولوج من جانبي. وشكراً لحسن استماع. أشكر الدكتور طاهر كنعان على الاختصار والتركيز والالتزام بالوقت، وترك لنا نصف ساعة للحوار. سنقسمها إلى قسمين، نأخذ عدد من الأسئلة في القسم الأول ثم يتفضل سيادته يجيب عليها مرة واحدة، ثم نفتح دورة ثانية من الحوار لأسئلة إضافية. عندي طلبين للمداخلة من الدكتور محمد المالكي أولا. ليس ضروريا دكتورة، ليس ضروريا، يعني أنا من يوصل ورقة ستصل، لكن أنا هاخد من الفلور أيضا. خلاص، فأنا كتبت اسمك عندي بس. طب خلاص، تفضل دكتور محمد. شكرا. الدكتور محمد الملك، تفضل يا دكتور. شكرا سيد رئيس، صباح الخير. طبعا سمعت بإمعان لتدخل الدكتور طاهر كنعان، شكرا له. انا لدي فقط استفسار ربما له صبغة منهجية، وأنا أستمع إلى الورقة القيمة للدكتور كنعان. قال إن مصادر إخفاق أو مضمونه مصادر إخفاق التخطيط في المنظومة الاشتراكية يعود إلى أسباب تقنية وليس إلى أسباب فلسفية أو قيمية، ولكن حسب ما فهمت وهو يطرح البديل الذي أو العناصر التي عز على التخطيط الاشتراكي أن يعملها لكي ينجح، تبين لي وكأنه يستحضر عناصر المنظومة الرأسمالية، يستحضر السوق ويستحضر التنافس ويستحضر كل هذه المنظومة، هذه السلة من العناصر التي في الواقع ارتبطت أصلا بهذه المنظومة. أنا أريد من الدكتور كنعان أن يقنعني
بهذا الالتباس الذي بدا لشخصيا، ربما قد يكون مخطئا في هذا الالتباس. شكرا. دكتوره كريمه، أنا برضو حنضم الزميل إن الدكتور طاهر صديق، واختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. حكاية إن النظام الاشتراكي بنفسه غير إنه سليم تقنياً، وإنما التطبيق أبدا ما وصلنا عليه. أنا بختلف مع الدكتور طاهر في هذا، لهذا بسبب إن كل التطبيقات العملية سواء في الاتحاد السوفيتي أو في البلاد اللي كانت فيه أو في البلاد زي مصر وخلافه، إنما أدت إلى الاحتكار وإلى سوء الإدارة الاقتصادية، مما أدى إلى كثير من الفاقد الاقتصادي. وأنا بعاني هذا في أحد النسيج مثلا في مصر، اخترتت في مصنع النسيج أو النسيج والمنسوجات في مصر، اشترك الغزل والنسيج، وكانت من أهم صناعات في مصر، أدت إلى الاقتراض 10 أمثال رأس مالها لنقطة عام من بنك قطاع عام، وترتب على هذا في مشاكل كبيرة ما زالت متعاني منها. إذن الفكرة نفسها أن الدولة تفضل مسيطرة ونؤدي في نفس الوقت إلى التنافس بين مصانع الدولة، وإن كده لم تتحقق في أي مكان في العالم. ودليل على كده أن الصين حالياً اللي النظام الاشتراكي السائد، انما نظامها مختلف خالص، وسمحت بالقطاع الخاص والراس المال الاجنبي يجي، وبتشجع. مش كده، انت بتدفع مثلا اكس سين بيرسنت 20%، لو جبت شريك اجنبي هينزل ل 8% ضرائب. النقطه الثانيه حكايه الدول الاسكندنافيه، حاضر هخلص بسرعه. الدول الاسكندنافيه احنا فاهمينها خطا. الدول الاسكندنافية لا تقوم باحتكار الدولة، إنما بتسمح بالقطاع الخاص في الصناعة، وإنما مع فرض ضريبة مرتفعة بتؤدي الدولة بها إلى عمل مظلة اجتماعية للصحة والتأمين، وكله بيستفيد كل الناس حتى دفع الضرائب. شكرا. أنا أرجو الالتزام بالوقت، لأن لابد أن نخلي هذه القاعة الساعة 10، ونريد أن نستمع إلى أكبر قدر ممكن من المداخلات، ثم نعطي للمحاضر الفرصة للرد. الأستاذ عبد الرحمن التميمي. أول شيء بتفق مع ما قيل حول دور الدولة والخصخصة، ولكن المشكلة، وأنا هنا يعني أحدد معلوماتي، أنا في المحاضرة القادمة سأتحدث عن الأردن وفلسطين ومصر، لأنه هي حدود معلوماتي. المشكلة ليس أنه هناك دولة وهناك قطاع خاص وأيهم أكفأ في الإدارة، المشكلة في الدول الثلاث التي درست، وعندما درست من هم الشخوص وخلفياتهم الاجتماعية في القطاع الخاص وفي الدولة، هناك حركة سريعة باتجاهين، يعني مرة القطاع الخاص هو نفسه الدولة بشخوصه، ونولد ومرة الدولة هي القطاع الخاص بشخوصها. في الحالة الفلسطينية في خلال 3 سنوات 24 شخص انتقلوا من الدولة إلى القطاع الخاص ومن القطاع الخاص إلى الدولة. هذا الحركة السريعة تحدث، يعني هالحركة السريعة تحدث على الطريقة المصرية، الشوكولاتة ساحت، فيش قطاع خاص وفيش دولة. هذه قضية. القضية الثانية أنه القطاع الخاص أكثر، أنه القطاع الخاص عنده القدرة. اسمح لي بس أقطعك مقطعة، يعني جانا تنبيه وطلب أن نتحدث دون ميكروفون، لأن هذا الميكروفون يشوش على يعني اجتماع شديد الأهمية إلى جوارنا، فمعذرة، يعني هذا سبب تقني بحت لا علاقة له بمضمون المناقشات أو الرغبة في التغطية على ما يقال، لا علاقة على الإطلاق. تراجعت عن الخصخصة في قطاع المياه، لوس أنجلوس تراجعت عن قطاع خصخصة
تقريبا معظم امريكا اللاتينيه تراجعت. المشكله ليس في خصخصه الخدمات، وعندما نتحدث عن المسؤوليه الاجتماعيه، المسؤوليه الاجتماعيه للقطاع الخاص في الثلاث دول هي انقطاع من الضريبه وهي ليست مسؤوليه. شكرا دكتور. دكتور عائشة. شكرا جزيلا، صباح الخير جميعا. سوف أقف عندما انتهى عنده الدكتور كنعان حول قضية خصخصة التعليم العالي وخصخصة التعليم الجامعي. ونحن نشهد اليوم ومنذ يعني فترة قليلة يعني توجيه حتى خدمات التعليم العالي الحكومي نحو السوق، فاتجهنا إلى تسليع خدمة التعليم العالي حتى الحكومي وليس الخاص، وهي مسألة بدأت تطرح مشاكل كثيرة ومشاكل جدية، يعني مشاكل حقيقية في هذا الاتجاه، ونتجت عنها مسألة جمهرة التعليم العالي وما إلى ذلك، وهي من المسائل الحقيقية التي خلقت عندنا مثلا في تونس وفي كثير من دول العالم العربي قضية بطالة حملة الشهادات العليا، وكيف ستحل هذه المشكلة لولا الخصخصة ولولا المعادلة بين السوق، بين متطلبات السوق وبين مخرجات التعليم العالي. إذن هناك مشاكل حقيقية، وربما ألا تشاطرني يا دكتور الرأي أنه المسألة ليست في الخصخصة أو في عدم الخصخصة، ليست في هذا أو في ذاك، وفي توجيه التعليم الحكومي أو التعليم الخاص، بقدر ما هي مرتبطة بمشاكل أخرى حقيقية ما زلنا نجهل حقيقتها، وما زالت تحتاج إلى الكثير من جهود البحث والتشخيص والنبش عنها. وشكرا. بدون ميكروفون. في سؤال، حضرتك تحدثت عن ان انه اندفاع المنشآت الخاصة لتلبية حاجات السوق بدينامية سريعة مقابل ان المنشآت العامة في بعد الحرب العالمية الثانية كانت آلية تلبيتها لحاجات السوق كانت بطيئة، وهذا الشيء اللي حرفيا ما انطرح شيء. هلا في شيء بدي اساله، انه هل العرض، هل اليات السوق، هل النظام الراسمالي في مراحله الاخيره في عقوده الاخيره ظل يخضع لمقوله ان العرض هو ان الطلب هو الذي يحدد العرض، ام ان العكس هو ما حصل فيما بعد؟ يعني المقارنة بين النموذجين، نموذج المنشآت العامة أو النموذج الاشتراكي، ما يسمى اشتراكي، والنموذج الرأسمالي، لا يمكن أن يخضع فقط لنتائج النمو التي حصلت، هناك منطلقين مختلفين، هناك منطلق يخضع لآليات الربح، وهناك منطلق يخضع من المفترض بالمبدأ أن يخضع لآليات توفير حاجات الناس. المقارنة على قاعدة فقط بين النتائج بعتقد هي لا تكفي، إلا إذا ربطناها بالمقارنة بين المنطلقات أيضا. النقطة الأخيرة الأخرى التي أتحدث عنها هي لما حين تسأل أو تطلب أن المنشآت العامة يمكن أن تدخل آليات السوق في عملية التنافس، يعني أن تلعب لعبة السوق في عملية المنافسة مع القطاع الخاص. هذا أليس يعني كمان يحدث إشكالية أخرى، هي أن آليات السوق يعني وخاصة في العقود الأخيرة، مشكلة أنه القطاع الخاص يعني انتزع كل المكتسبات من الطبقة من العمال، وأخضع يعني وابتز السوق إلى أقصى حد. إذا كان القطاع العام سيمارس نفس القاعدة، مشكلة. الدكتور عزيز عبد الرزاق، ما وصلت الفكرة أصلا. لا، موجودة. لم تتأهل بصورة تدريجية تلك المؤسسات، تلك الدول، تلك الدول، ولا مؤسساتها، ولم تكن بصورة
جرائم بترتكب لم تحدث في فترة التخطيط المركزي، وهمشت المرأة وأصبح قضية التعليم والخدمات كلها اللي تقدم في تلك الدول بتقدم ولكنها ليست بالكفاءة المطلوبة. فهي القضية فعلا مش مشكلة قطاع خاص ولا قطاع عام، هي قضية كيف يفعل القانون ويطبق دون إفساد للدولة أو الدولة أو المؤسسات الموجودة في تلك الدول. شكرا. دكتور أحمد بعلبك. ثانيا، الجامعات ما يسمى بالجامعات، هناك فرق بين جامعات الفونديشن اللي نعرفها الجامعات الأمريكية والأنجلوساكسونية الموجودة حتى في بلادنا بلبنان بتركيا بغيرها، وهذه فونديشن لا تتوخى الربح، هذه تقوم أنه في منح من 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 متمولين ومن أصحاب عطاءات لتوفير فرص تعليم بأكلاف معقولة وبمستوى متقدم، ولكن الجامعات الخاصة عندنا ذات الأهداف الربحية خفضت مستوى التعليم، وهذا ما يلاحظ بسبب المنافسة على استقطاب أقل الأساتذة تطلباً بالأجر وأكثر وأسرعهم تلبية بساعات التعليم وغيره. فمن هون بنشوف أنه الخصخصة مثل ما قال دكتور طاهر أنه في مستويات الإدارة المنشأة الحكومية ممكن أن نخصص فيها. في لبنان يحكى عن إدارة الكهرباء، يمكن أن نخصص الجباية، يمكن أن نخصص النقل الطيار، يمكن أن نخصص الإدارة إلى آخره. أما اسمح لي، أما وأن يكون هناك طاقم حكومي يريد أن يرهل الإدارة الحكومية من خلال التعيينات والزبائنية، ثم يأتي فيقول أن القطاع الخاص هو الأفضل وأجود في تلبية الخدمات العامة، هذا مش صحيح. عندنا الجامعة الأمريكية والجامعة اللبنانية، الجامعة الحكومية في لبنان هي مكان لتوظيف أزلام السلطة، بينما هم أصحاب الزعامات هون يقدمون عطاءات للجامعة الأمريكية لتوضع لوحة بين لوحات المانحين لتحفظ لتخلد أسماءهم. توفيقيا ما بين تسلط الدولة واحتكار الدولة وتغول الدولة وما بين أنانية القطاع الخاص وأحيانا عدم انتمائه. شكرا. أنا أتفق مع الدكتور كنعان في أن المؤسسات الدولية وإجماع واشنطن في عندهم نوع من الارتباك فيما يتعلق في الخصخصة لو طلعنا عليه، لا أعتقد أنه طبيعة هذا الارتباك تتعلق في المنافسة. هم في الواقع تحدثوا عن المنافسة وميزوا بين المنافسة في الأسواق competing in the market والمنافسة على الأسواق. لما بيكون طبيعة الخصخصة هي في قطاع الكهرباء مثلا الاحتكاري بطبيعة الحال، تكون المنافسة على الأسواق، فيكون هناك مثلا المنافسة على توفير هذه الخدمة لمدة معينة وبعدها يجري. ولكن المشكلة أن إجماع واشنطن لم يؤمن بدور الدولة في البداية، يعني فأنت إذا بدك يصير في منافسة على الأسواق هناك حاجة إلى إدارة وتنظيم ورعاية لهذه المنافسة. وأتفق مع الأستاذ عبد الرحمن أنه المشكلة أنه القطاع الخاص والقطاع العام عنا تماهى، فما عدنا نعرف من القطاع الخاص والقطاع العام. ويمكن أنه في دور للفضاء الثالث في هذه الحالات، لأنه المجتمع المدني كرقيب كان مغيب من كجمعيات حماية المستهلك وما إلى ذلك. شوف. Thank you.
شكرا جزيلا. يعني بلاد العربية، العبرة هنا في تقديري ليس أيضا بالنشاط الرأسمالي أو نشاط النموذج الرأسمالي أو النموذج الاشتراكي، ولكن بالشروط اللازمة لنجاح أي من النموذجين. والشرط الجوهري هنا، واتفق هذا مع الدكتور عزيزة، في أن الدولة القوية هي مفتاح نجاح أي نموذج تنموي. لا أقصد بدولة القوية الدولة الباطشة كما هو الحال في الاتحاد السوفيتي، لا أقصد بها الدولة الرخوة كما حدث الحال في جميع في عديد من الدول العربية، أو الدولة الفاسدة المتواطئة، ولكن الدولة القوية التي لها مشروع للتنمية في المستقبل، الدولة التي تفرض القانون على الجميع، تفرض المنافسة العادلة وتمنع الاحتكار. لو أتيت بنموذج اشتراكي أو نموذج رأسمالي في ظل هذه الشروط، أنا في تصوري وأنا أرجو أن احنا نعود إلى تجارب دول شرق آسيا لنجد أن سر النجاح كان يكمن في هذه المسألة. الجدل حول الاشتراكي أو الرأسمالي ممكن تأتي بأعظم النماذج الرأسمالية وتطبقها في بلاد عربية فتتحول إلى الفشل الذريع الذي وجدناه في بلادنا. أنا سأترك باقي الوقت للدكتور طاهر كنعان، لديه يعني 6 دقائق. شكرا. في يعني أنا يمكن عرضت 10 لوحات من أصل 30 لوحة، وفيهم تفاصيل، ومشكلتي أنني لم أمارس التعليم، فقلما يعني أخاطب جمهور وأستطيع أن أرتجل كل الأفكار اللي هاي. فبعتقد في بعض اللوحات فيها جواب على كثير من التساؤلات. هناك 4 أسئلة: متى يبرر تنازل القطاع العام عن ملكيته للمرافق والأصول؟ متى يكون تنازل القطاع العام عن الملكية غير مبرر؟ هل بيع الأصول العامة وسيلة لجذب الأموال الاستثمارية؟ ما شأن الخصخصة بالبيع لشريك استراتيجي؟ الأجوبة على هذه التساؤلات تجيب على عدد من الأسئلة التي أثيرت حتى الآن. ريت أستاذنا بس لضيق الوقت يعني ولتكن إجابة كلية على كل الأسئلة، لأن الوقت لابد أن نغادر. المركزي والدول التي اعتمدت على التأميم غير المبرر للمنشآت المنتجة للسلع الخاصة ضمن مبادرات القطاع الخاص. تنازل القطاع العام عن الملكية غير جائز في حالة المرافق العامة والنشاطات المنتجة لسلع عامة لا تخضع لقوى السوق من عرض وطلب وأثمان. أما المرافق العامة فإنها في غالب نشاطها منتجة لسلع عامة لا تخضع لقوى السوق من عرض وطلب وأثمان، وهي لهذا السبب غير قادرة حكما على إنتاج حاجة المجتمع من السلع العامة إلا بقرارات يتخذها المجتمع من خلال الدولة. لعل هذه هي من أوهى الحجج بسياسة التخاصية عن اللي هي جواب على هل بيع الأصول العامة وسيلة لجذب الأموال الاستثمارية. هذه أوهى الحجج لسياسة الخصخصة، فإذا كان ثمة دور للاستثمار الأجنبي في التنمية فدوره هو إنشاء مشاريع إنتاجية جديدة وليس المشاركة في مشاريع قائمة. السؤال الأخير: ما شأن الخصخصة بالبيع لشريك استراتيجي؟ حالة البيع لشريك استراتيجي هي التي تحتاج فيها الإدارة الناجحة إلى خبرات عالية التقانة أو مزايا تسويقية موجودة عند شركات عالية الخبرة بالتقنية أو بالسيطرة التسويقية، لكن هذه الشركات لا تقبل أن تتيح هذه التقانة أو المزايا ما لم تكن شريكاً في الملكية أو على الأقل بالإدارة. وهذه تمثلها في حالة الأردن مثلاً مشاركة شركة لافارج الفرنسية في ملكية الإسمنت وشركة فرانس تيليكوم في ملكية الاتصالات وشركة بي سي اس الكندية في ملكية البوتاس ووكالة الاستثمار في بروناي في ملكية الفوسفات. لافارج عندها مزايا بالتسويق، الشراكة معها تجعل الشريك يتمتع بمزايا الشركة الاستراتيجية، ولكن في حالة مثلا مشاركة بروناي في ملكية الفوسفات
ليس لي علم أن بروناي هي مالكة لتكنولوجي خاص مفيد إذا كانت الشراكة معها في هذا الموضوع. فهناك تفاصيل كثيرة وتعقيدات كثيرة يمكن يعني لا يمكن وضع تعميم فيها، ولكن ممكن مناقشتها حالة بحالة. وأنا بتفق يعني كل المداخلات اللي سمعتها كيف عند كل إله شيء من الألوهية، فكلها فيها جوانب أنا متفق معها. وافتراض أنه أنا مختلف هو افتراض خاضع للمناقشة والحوار. فشاكر حسن استماعكم، ولكن ما دامت هذه أوراق مكتوبة بعناية، كل صديق عنده إيميل ببعث له الكلام كله، وفي توازنات التي تعكسها المداخلات التي استمعت لها.